النسخة 16 من الحملة الوطنية للتضامن تخصص برنامجا هاما لدعم الشباب، وانطلاقة البرنامج أشرف عليها جلالة الملك محمد السادس بالعاصمة الإسماعيلية مكناس. البرنامج المخصص للشباب يهم بالأساس دعم التشغيل الذاتي لخريجي معاهد التكوين المهني الراغبين في إنشاء مقاولات وأنشطة خاصة بهم. برنامج هام يرتكز على ثلاث عمليات. العملية الأولى كانت على شكل إعانة مانية بالنسبة لهذ الخريجين، هذ المستفيدين، من أجل يعني انطلاق الأشغال ديالهم، انطلاق العمل في المقاولات الخاصة بهم. هناك المرحلة الثانية همت اقتناء هذ المعدات الخاصة بالشباب في كل القطاعات، والمرحلة الثالثة فهي همت يعني غادي تهم، واللي هي في نظر المؤسس محمد الخامس هي المهمة، فهي المرحلة اللي كتهم المساعدة ما بعد انطلاق العملية. برنامج دعم الشباب يمتد عبر ثلاث مراحل، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2013-2016، ويهم كمرحلة أولى جهة مكناس سفيلالت، ثم جهتي الدار البيضاء الكبرى وفاس بولمان. وللمستفيدين من جهة مكناس سفيلالت يسلم جلالة الملك محمد السادس آليات تهم جميع القطاعات ذات صلة بقطاع البناء والأشغال العمومية، وعدد المستفيدين 100 شاب. فرحانة بزاف، وكنتمنى نمشي بعيد إن شاء الله ونوصل لواحد المستوى، ومنها نحقق الذات ديالي ونحقق بأن حتى حنايا البنات قادين نديروا شي حاجة. حظيت بشرفي تسلم معدات وأدوات العمل من طرف صاحب الجلالة الله ينصره، والحمد لله غادي يكون المقاولة الصغرى ديالي من خلال معدات وهذه أدوات العمل ومنحة خاصة لبداية المشروع. وكنشكر مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومركز محمد السادس للقروض الصغرى وكذلك مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. أزيد من 6 ملايين درهم خصصت لأولى مراحل برنامج التكوين ودعم التشغيل الذاتي، وساهم في إنجازه كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية. وبإنجاز هذا البرنامج تحقق مؤسسة محمد الخامس للتضامن هدفا من أهدافها الرامية إلى الإدماج المهني للشباب. في البرنامج أيضا مركز للتكوين وتنشيط النسيج الجمعوي أشرف جلالة الملك على تدجينه بقيمة 4.5 مليون درهم. ويروم المركز تعزيز قدرات الجمعية المحلية وتعاونية جهة مكناس تافيلالت ومصاحبة الجمعيات والتعاونيات الموجودة في طور الإحداث. ربورتاج نادية حموشي عبد الرحيم بوحديوي، تحرير سعاد زعتراوي. من الإسماعيلية مكناس انطلقت حملة التضامن، وبها ما زالت روح التضامن تفتح آفاقا أرحب، وآفاق النسيج الجمعوي بمكناس تعرف مرحلة جديدة مع تدشين جلالة الملك محمد السادس مركز التكوين وتنشيط النسيج الجمعوي. الفضاء هو مكان للتكوين وتعزيز قدرات الجمعيات والتعاونيات المحلية من خلال التكوين المستمر والمواكبة، هي ترجمة فعلية لمبادئ مؤسسة محمد الخامس للتضامن. يهدف المركز أيضا إلى تشجيع الحياة الجمعوية حتى تكون أكثر فاعلية في محيطها، وذلك عبر خلق دينامية أساسها التبادل، تبادل الخبرات والتشارك في سبيل تحقيق تنمية محلية مستدامة. أداء المجتمع المدني بمكناس ظل يصطدم بعدة إكراهات، على رأسها غياب فضاء للتكوين والتأهيل، الأمر الذي كان يحول دون جودة الأداء. ماشي ساهل باش نصوبوا بروجي، ماشي ساهل، كنلقاو عراقيل بزاف وماديا ومعنويا، وما كاينش اللي كيساعدك سورتو الا شنقول لك، الا كنت غير بوحدك كتجري ما كتلقايش العوين من الجهات الاخرين. صعوبات ستطوى صفحتها مع ميلاد هذا المركز، مركز يتوفر على قاعة للاجتماعات وورشات للتكوين ووحدة لتتبع مشاريع التشغيل الذاتي، فضاءات وجدت لتبادل الخبرات وتحقيق تنمية محلية مستدامة. هذا المركز هذا غادي يعطي واحد الدفعه قويه للعمل الجمعوي بمدينه مكناس، لان اغلبيه الجمعيات كانت كتعاني من غياب مرافق فين انها يمكن لها تبلور المشاريع ديالها، ومرافق فين يمكن حتى المكاتب ديال اعضاء المكاتب الجمعيات انهم يتكونوا ويتاثروا. فاحنا فخورين جدا وكنتمنوا ان تكون هذه البدايه لمجموعه مشاريع اخرى غتحقق في هذه المدينه هذه، لما احوجنا بصراحه المشاريع اللي تجر القافله ديال العمل الجمعوي مكناس وتمشي به للامام ان شاء الله. هذا هو الفضاء اللي يمكننا نعتبره فضاء متكامل، وربما من أن يكون فعال وذلك الفائدة توصل لجميع الجمعيات اللي كاين في المجتمع المدني في مكناس.
أكثر من نصف مشاريع مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعود لفائدة المجتمع المدني، وقد خصصت المؤسسة لمركز التكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بمكناس مبلغا ماليا بلغ 4 ملايين درهم ونصف المليون.